سيدنا يبغي نتكلم شويه على البحريه. كاين ارتفاع مقارنه مع 2019. 2024 كاين انخفاض بنسبه 15% على خط طنجه الخزيرات على سبيل المثال مقارنه مع 23. خصنا نقويو العرض ونحافظوا على المنافسه الشريفه. خصنا نعملوا مع القطاعات المعنيه باش نقدروا نخفضوا الاثمنه ديال هذه الخطوط اللي توصل للموانئ المغربيه مستقبلا على ان لا تتجاوز اثمنه الخطوط المجاوره. شكرا.